في العربية الليلة. أسألك أولا عن يعني هذا الخلاف الذي وضح بانتقادات رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة لقائد جيش المشير خليفة حفتر، بعد ما قالوا طبعا أيضا المشير حفتر في إطار يعني كلامه عن حكومة دبيبة. لماذا باعتقادك الآن هذا الأخذ والرد بين الطرفين؟ يعني أستاذ طاهر، هناك الكثير من المسائل لم يتم حسمها حقيقة وتم تأجيلها، وهي بمثابة مفخخات. يعني حقيبة وزارة الدفاع لم يتم فيها الحسم، وزارة المالية لازالت غير موحدة للأسف، الكثير من المؤسسات لم تتوحد حقيقة بين الشرق والغرب، وهذا أساس مبعث الخوف لدى الكثير من الأطراف. أيضا التعيينات الأخيرة التي قام بها عبد الحميد دبيبة من وكلاء ووزراء حقيقة لم يراجع فيها مجلس النواب، ولم يراجع فيها بعض الأطراف السياسية التي كان من المفترض أن يلتزم بأن يسميها كاملة، ليست منقطعة أو متقطعة على فترات زمنية وفق مصالح تتغير. هذه المسألة ساهمت بشكل كبير جدا في حدوث فجوة. القوات المسلحة الليبية موجودة في الجنوب وفي الشرق كما يعلم، وخليفة حفتر هو قائد عام للجيش الليبي، قام بتعيينات انتقدها حقيقة المجلس الرئاسي الذي من المفترض كان أن يبتعد كثيرا عن الدخول في هذه المعترك، لأنه وسيلة وصولنا إلى بر الأمان لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر وليس تعميق الفجوة. وكان من المفترض أن يترك هذا الخلاف العسكري أو الخلاف على الشق العسكري تحديدا في التعيينات أو غيرها للجنة الخمسة زائد خمسة العسكرية التي انبثقت عن جنيف واجتماعاتها، وتأسس عليها حقيقة وضع مسار مهم جدا في هذه المرحلة. هذه لجنة التفاهمات العسكرية كان من المناط منها فقط هي العمل على هذه النقطة، لكن تعمد المجلس الرئاسي حقيقة وعبد الله اللافي تحديدا، هذا الشخص الحقيقة، أن يفجر هذه القنبلة في هذا التوقيت. عبد الحميد دبيبة من مصلحته أن يتم تمديد المرحلة، أن نذهب إلى 24 ديسمبر وأن يكون هناك في مرحلة زمنية جديدة، يعني اعتماد المقترح الرابع بما سيتم نقاشه وبناء على ما أعلنته البعثة الأممية بالاقتراحات الأربعة الموجودة حاليا لملتقى الحوار الليبي، تمديد فترة حكومة دبيبة وتأجيل الانتخابات لحين الاستفتاء على الدستور. باعتقادك الأمور ستذهب بهذا الاتجاه إذن بين المقترحات الأربعة اللي عرضناها؟ شوف أستاذ طاهر، هو فعلا هو دبيبة يحلم بأن يكون لديه مدة زمنية تمديد، لهذا نحن اللجنة 75 مشكوك في مصداقيتها، لأن هناك أطراف داعمة لدبيبة، الكل يعلم أن هناك من صوت لدبيبة ويريد تمديد عمل دبيبة، إذن هذه مشكلة كبيرة جدا. نحن نتحدث على قرابة 35 شخص الآن هم داعمين لعبد الحميد دبيبة لاستمراره، وبالتالي هم سيذهبون إلى هذه النقطة. غدا لن يكون هناك تصويت على فكرة، الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها اليوم في القاهرة تحديدا تحدث لخليفة حفتر وتحدث لعقيلة صالح أنه من الضروري وضع قاعدة قانونية. من سيضحى؟ سيضحى مجلس النواب الحقيقة، وهذا الأهم، يقع على عاتق المستشار عقيلة صالح إدارة الدفة الأسبوع المقبل بعيدا عن الميزانية، وإنما تحديدا إجراء القاعدة القانونية التي عمل عليها المجتمعون في روما قبل أسابيع. هذا بده يكون مسار خلاف مهمة جدا الآن في هذا بده يكون مسار خلاف أيضا، مسار خلاف. نعم يعني مسار من خلاف. سيجتمع وأين وكم عدد النواب ومحسوبين على من؟ لا 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 طاهر، لا لحظة لحظة لحظة، نحن عندنا قانون 2018 انتخاب رئيس ورئيس رئيس ومجلس نواب، في بعض التعديلات عملت عليها اللجنة المشكلة في روما وتم مناقشتها الأسبوعين الماضيين في مجلس النواب. هذه حل مهم جدا. الآن الأطراف الدولية رافضة لعملية الاستفتاء على الدستور، كويس جميل جدا، وخالد المشري سيقبل مرغما، لأن هناك أطراف دولية وهناك ضغط دولي كبير جدا تمارسه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يذهب في هذا المسار. مجلس النواب لديه الشرعية الحقيقة المشروعية من القاعدة الشعبية، الشرعية التي يستمدها أيضا في أنه هو الذي يمتلك زمام تغيير تعديل القانون وإضافة بنود وغيرها. عقيلة صالح يمتلك، هو الوحيد الآن وهو القادر على ذلك، بأن يمكننا حقيقة من وضع هذا القانون للذهاب إلى الانتخابات حتى يحرج كل الأطراف الموجودة في الساحة. شكرا جزيلا لك الصحفي الليبي عبد الباسط بن هامل من القاهرة، تحياتي إليك.